جلة القتل عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأكد في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخوض، كما في الصحيحين من روايات ابن عمر: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. الحديث في الصحيحين، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وللنسائي: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهو صحيح لغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأما الموبقات فالمهلكات. وعن ابن عمر فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: من ورطات الأمور
التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. ولا تحسبن أن ذلك في المباشر وحده، بل إنه في المتسبب أيضا، في المتسبب بقوله وببنانه، بلسانه وببنانه وبفعاله. فإن الخوارج القعدة يلزمون بيوتهم ويهيجون الخلق على الخروج حتى تراق دماؤهم ودماؤهم في أعناقهم، وهم لا يعلمون أو هم يعلمون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي. وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروى البيهقي في الشعب وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. واللفظ لابن ماجه. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وهو حديث صحيح لغيره. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وهو حديث صحيح لغيره. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، أو يقتل مؤمنا متعمدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ورواه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما
عند ذي العزة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فيقول فيما قتلت؟ قال قتلته لتكون العزة لفلان. قيل هي لله. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال فيجيء هذا فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت أنت. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا نافلة ولا فريضة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق والعنق الرقبة من النار يتكلم يقول وقلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم.